بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. المرة اللي فاتت اخذنا سؤال، ليه ربنا سمح لهذا الشعب ان يزل في عبودية فرعون؟ وشفنا الاجابة، الله مخلص البشرية يسمح بالضيق، هو يجرح وهو يشفي، هو طبيب النفوس والاجساد. المرة دي بعد ما حكم أو بعد ما أمر فرعون جميع شعبه قائلا كل ابن يولد تطرحونه في النهر، لكن كل بنت لتستحيوها. ثم أمر فرعون جميع شعبه، طبعا بيقصد الشعب الخاضع لي من اليهود، قائلا كل ابن يولد تطرحونه في النهر، لكن كل بنت تستحيونها، آخر الأصحاح الأولان. فصدر الأمر بقتل جميع الايه، جميع الاولاد، رميهم في نهر النيل. في نقطة جميلة ياريت تبقى في اعتبار كل واحد فينا، يوجد مخلص واحد وهو رب المجد يسوع الوحيد القادر ان يخلصنا من عبودية ابليس ويدخل بينا الى الامجاد الابدي. ده المخلص اللي من أجله أخذنا الوعود من سفر التكوين، ويبقى كل الكتاب المقدس يتحدث عنه لغاية ما يدخل بينا في سفر الرؤيا إلى المناظر السماوية الممتعة وشركة الأمجاد، وبالأخص في أورشليم العليا حينما نوجد معه في أحضانه إلى الأبد. فيما هو مهتم بخلاص نفوسنا وأبديتنا عشان تطمئن نفوسنا ان الله لن ينسانا، فهو يرسل ايضا مخلصين، ولكن كرموز او كتهيئة للتمتع، او لأقدر اقول لجذب كل نفس تنجذب لكي توجد مع المخلص الحقيقي رب المجد يسوع مخلص العالم. مع كل ضيقة نلاقي منقذ، وفي كل جيل يوجد أناس لله يستخدمهم الله إن صح التعبير للخلاص، بس مش للخلاص الأبدي ولكن تهيئة للخلاص الأبدي. فيما كان الشيطان يعد فرعون لكي يهلك شعب الله ويبيد جميع الرجال من ولادتهم بإلقائهم في النهر، كان الله يعد ايضا مخلصا وهو موسى النبي. والعجيب ان هذا الاعداد لا يتعارض مع الاعداد بتاع الشيطان. الشيطان بيشتغل للهلاك، فربنا ياخد ما هو للهلاك يحوله ما هو للحياة. احنا دايما نقول عن الله انه صالح. علامات صلاحه ثلاث حاجات، اولا صالح صلاحا مطلقا، ثانيا انه في صلاحه ايضا يعطينا شركة لكي نكون صالحين معه، والجزء الثالث انه في صلاحه يحول ما هو مر الى حلو وما هو شر الى خير، والاحداث المؤلمة يحولها الى احداث مفرحة. الله بنقول كده صالح أنت يا الله لأنك كلي الصلاح، لأنك تدوقني صلاحك في حياتي في طبيعتي، لأنك تحول المر إلى حلاوة. عدو الخير حط خطة. إيه الخطة؟ إبادة جميع الذكور من شعب بني إسرائيل. قال وبنفس الخطة أقيم مخلصا من وسط الإيه؟ من وسط الناس اللي حيرموهم في النهر. زي ما عدو الخير حط خطة ان يهوذا يخون السيد المسيح، وربنا قال وبهذه الخيانة اتمم الخلاص، لكن مش لفضل في يهوذا، وانما المسيح الذي استخدم حتى الخطأ بتاع يهوذا لاجل خلاصنا. فظهور موسى النبي في هذا الجو لم يكن اعتباطا، ولكن كانت في خطة إلهية علشان يقدر أو يقابل المر أو الهلاك أو الدمار اللي بيحطه إبليس عن طريق فرعون. شخصية موسى شخصية جميلة. أولا كلمة موسى معناها منتشل من الماء،
موسى في اللغة القبطية والمصرية القديمة معناه مأخوذ أو منتشل من الماء. فإن كان موسى يمثل الكنيسة اللي تتحد بالمسيح المخلص فهو في الحقيقة الكنيسة المنتشلة من مياه المعمودية. إذا حبينا نبقى مرتبطين بالمسيح المخلص لا طريق للاتحاد بالمسيح ما لم نتمتع بالبنوة لله عن طريق مياه المعمودية وعمل روح القدوس فينا. موسى عاش طبعا عارفين كلنا قصته، ولكن موسى عاش في بيت فرعون 40 سنة، ويقول عنه معلمنا بولس الرسول تعلم الحكمة من المصريين، وانه ابى ان يدعى ابن لابنة فرعون مفضلا بالاحرى ان يذل مع شعبه عن ان يكون لي سلطان في قصر فرعون. يعني قال انا عايش شيل الصليب مع اخواتي واذل معهم، ولكن ما عايش وانا صاحب سلطان في قصر فرعون. 40 سنة تدرب موسى فيها على حكمة المصريين. ايه اللي تعلمته؟ قال اتعلم من مصدرين. مصدر المدرسة اللي كانت طبعا الملوك لهم مدارس والأسر الملوكية كان لها مدارس، فتعلم من مدرسي أو من المدارس الملوكية أنه صاحب سلطان، صاحب قوة، يستطيع أن يفعل كل شيء ولا يقف أمامه أحد ولا تقف أمامه قوة. في نفس الوقت كان منطبه هي بتردعه رضعته الإيمان بالله مخلص العالم، ودوقته لمسة اللمسة الروحية أن سر القوة فالله وليس فينا. موسى تربى كابن لابنة فرعون لمدة 40 سنة، وظن أنه قادر أن يخلص شعبه من هذا الذل، من هذه العبودية، من هذه السخرة، وأن يخرجهم من التراب وعمل الطين لكي يكونوا قادة ولكي يكون لهم مركزهم في وسط المجتمع. والتقى مع مصري بيضرب واحد عبراني فضرب المصري فوقع ميت، وانتشر الخبر فورا، وبدأ تاني يوم بيصالح 2 عبرانيين مع بعض، قال له تحب تقتلني زي ما قتلت المصري بالأمس؟ فعرف ان الخبر انتشر حتى بين العبرانيين، فأخذ بعضه وهرب وعاش 40 سنة عمله رعاية الغنم. ايه اللي اتعلمته في 40 سنة التانية؟ انا اتعلمت في 40 سنة التانية اني عاجز عن العمل. كنت فاكر بدراعتي اقدر اخلص شعبي، طلعت ان انا اترميت وسط الغنم بعد ما كنت وسط الملوك والرؤساء والعظماء والقادة والجيش، بقيت وسط شوية غنمات لا حول لي ولا قوة. فعاش 40 الاولى منتهى القوة ولكن مش قادر يعمل حاجة، وظن ان ابتداء من سن الاربعين شعب. عاش 40 سنة التانية حاسس انه في ذل وفي ضعف، عاجز عن العمل تماما. طب ايه اخبار حياتك؟ لو اخذنا المزمور 90 لموسى النبي يقول ان عمر الانسان كم سنة؟ 70 سنة، ومع القوة ف80. يعني عمر الواحد الافتراضي 70 سنة زمان، ولما يكون انسان شديد وقوي يبقى يقدر يعيش لغاية 80. بعد 80 يحس الواحد سوري يعني مش قادر يعمل حاجة. طبعا دلوقتي في الامكانيات الجد يعني للناس اللي بتعيش اكتر من كده شوية، لكن ده المتوسط العام او الرأي العام. طب موسى ضيعت 40 الاولانيين في بيت فرعون وال40 التانيين في الرعاية، خلص عمرك ب80. قال ما انا خلصت. طب فاضلك ايه؟ قال ولا حاجة، زيرو. طب موسى عاش 120 سنة، ال40 التالتة قال دول هدية من ربنا،
اتعلمت فيهم وانا شيخ، بديت اخدم وانا سني 80 سنة معجز بقوتي الصحية، ولو انه كان يعني بغى بصحته لغاية ما بلغ 120 سنة وهو بيموت طلع على الجبل لوحده لا معاه حد من العيلة ولا حد من الكهنة. لكن اعتبر ان 40 سنة التالتة هبة او عطية من الله لاجل الخدمة. في 40 الاولى انا لا شيء، في 40 الاولى انا كل شيء، في 40 الثانية انا لا شيء، في 40 الثالثة انا استطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني، زي ما قال بولس الرسول انا في الرب استطيع كل شيء. وهنا تبرز صورة موسى النبي الذي هيئ الشعب لقبول السيد المسيح، لانه لمس في حياته الخاصة خلال 40 سنة ان كل القوة التي فيه، كل الامور التي صنعها ليست من عنده ولكن هي هبة من الله مخلص العالم كله. فالاربعين سنة الثالثة هي عطية معطاة للعمل، ودي نفسي ربنا يديها لكل واحد فينا. انا ربي كنت اظن ان انا استطيع كل شيء في شبابي، اكتشفت ان انا عاجز عن العمل، ولكن العجز ده مش معناه تواضع. التواضع الحقيقي فيما انا هو عاجز فانا قوي بالمسيح يسوع. انا زائد المسيح يساوي كل شيء. فكلمة تواضع معناها قبول امكانيات المسيح فيا، وثقة ويقين ورجاء في عمل الله فينا، فنعيش ايامنا كلها متهللين فرحانين قادرون على العمل بكل قوة، مملوئين فرحا من اجل عمل الثالوث القدوس في حياتنا. في كل جيل من الاجيال ربنا بيبعت شخص، يعني لما اريوس ظهر علشان يحطم الايمان بلاهوت السيد المسيح ربنا كان بيعد اثناسيوس الرسولي، ولما نسطور طلع ببدايته كان ربنا بيهيئ كيرول القديس كيرلس الكبير، ولما ظهر ايضا بيلاجيوس اللي اعتمد على الزراعة البشري وتجاهل النعمة الالهية ربنا بعت القديس اوغسطينوس. في كل جيل، في كل عصر، عايز اقول في حياة كل انسان بنختبر ان فينا نحن في ضعف شديد، الله اله المستحيل لا يعمل بقوة في لحظات الضعف. اول عطية اعطيت لموسى النبي في الخدمة قبل ما يروح يقابل فرعون، ربنا قال له ايه؟ اول حاجة ظهر لي على شكل علية ملتهبة نارا. كلنا نعرف علقة الملتهبة نارا، وهي نوع من النباتات المتسلقة على الحوائط، يعني نبات ضعيف. يعني انا لما اجيب شجرة وولع فيها بالنار حتى مهما كانت الشجرة هتتحرق، لكن لو نبات رفيع اي شوية نار يضيعوها. فالعليقة الملتهبة نارا تمثل الست العذراء التي قبلت المسيح او خضعت، ها انا امة الرب، وقبلت التجسد في احشائه. وايضا العليقة الملتهبة نارا تشير الى ناسوت المسيح الذي لم يحترق باللاهوت. فاول عطية قبل ما يبتدي الخدمة يقول له قبل ما تخدم لازم تعرف انت ايش خدمتك، ايه خدمتك؟ الاعلان عن عملي كمخلص، انا خارج لكي، مش انت اللي خارج عشان تخرج الشعب من ارض مصر، مش شغلتك، انا اللي اخرج من عند الاب، خرجت عشان اخد شعبي واطلع بيهم الى حضن الاب. فبداية الخروج في الواقع هو التجسد الالهي، العليقة الملتهبة نارا. وطبعا العليقة لها مكانتها في الكنيسة بالذات عندنا القبطية، ولها يعني اناشيد ومدايح كتير في بالذات في شهر كياك، استعدادا لميلاد رب المجد يسوع. بنتذكر ان هو النار الالهية المتقدة التي لم تحرق
العليقة والتي لم تحرق الناسوت، لاهوت لم يفارق ناسوته، ولم يتحول الناسوت إلى لاهوت ولا اللاهوت إلى ناسوت، بقي كل منهما معا في طبيعة واحدة للكلمة المتجسد. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة. الله اللي اختار موسى لكي يعد الشعب لقبول هذا الخروج وأعطانا فرصة للتعرف على المسيح مخلص العالم، يعطينا كلنا أن نذوق وأن نختبر عمله فينا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.